بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. وضعنا فيديو والحقيقة كان هناك خطأ في التسجيل فلم يتم حفظه بشكل جيد. نعيده مرة أخرى. في عندنا نبات النيم، وهو عبارة عن شجر موجود في الطرقات، موجود في الحدائق، ولا نحتاج لشرائه. وشكله بهذا الشكل، هكذا يكون شجر النيم، ورق شجر النيم ورق الشجر النيم. نأخذه ونضعه هنا ونقوم بفركه. لا ندقه هكذا، لا، بل يفرك فركا، فرك مع الضغط حتى يصير ناعم جدا. نقوم بوضعه في طبق مثل هذا، ثم نضيف له القليل من الكركم. ثم نقوم بالخلط بشكل جيد حتى نحصل على عجينة بهذا الشكل. نفرك ونضيف لهم ماء ساخن، حتى يتشكل لدينا مثل الحناء تماما، مثل عجينة الحناء، ثم نأخذها ونضيفها على الوجه ونقوم بالفرك لمدة 5 دقائق. بعد الفرك المستمر لمدة 5 دقائق للبشرة كلها، نترك الخليط لمدة 15 دقيقة على البشرة. بعد تركها لمدة 15 دقيقة، نقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ، ونكرر هذا الأمر مرة كل أسبوع. الفائدة من هذا القناع أنه يجعل الوجه يتنفس، ويأخذ الأكسجين ويتفاعل الأكسجين فيه بشكل ممتاز، فيصير وجها مشرقا وليس وجها مسموما كئيبا، فتظهر علامات الخير والصحة والبركة على البشرة بشكل واضح. قبل قليل أنا وضعته على الخد الأيمن، النتيجة بالفيديو السابق، الحقيقة أن النتيجة رائعة جدا، يعطي ملمس ناعم جدا 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 للبشرة، يجعل وجهك ناعم بشكل لا يمكن تتصوري. لماذا؟ لأن الكركم أصلا يعتبر مقشر، ولكن الميزة بالكركم أنه مقشر بدون أن تشعري، حيث يقشر الطبقة الميتة فقط لا غير، بعكس من المقشرات الأخرى، ولذلك يعتبر أحد أفضل مقشرات البشرة في العالم هو الكركم. ليش؟ لأنه لا يمس الطبقات الأخرى من الجلد، بل فقط الطبقة العليا الخارجية الميتة المتراكمة على الجلد، يزيل الطبقة الميتة الخارجية التي لا تريها إلا بالتلسكوب أو المجهر، اثنين، عندي النيم. مادة معقمة شديدة جدا للوجه، وكما تعرفوا سبق وشرحنا عنها وتكلمنا عنها، وقلنا بأن النيم تعالج الإكزيما وتعالج الأمراض الجلد وحكة الجلد والحبوب الجلد، لأنه مادة معقمة، تعقم الجروح، تعقم الجلد، تعقم البدن، تعقم البشرة، زائد أنها تجعل الوجه يتنفس، فما بالنا إذا خلطت مع الكركم. يعني النيم والكركم. الآن لو ذهبنا إلى الأسواق، لوجدنا أن هناك عبوات كريم على شكل غسول مكتوب عليها، تنقية البشرة. لو قرأنا على العلبة لوجدناها مصنوعة من الكركم والنيم،
هذين المكونين إذا تم خلطهم مع بعضهم مثل هذا يعطينا نتيجة خلطة جبارة جدا، ونتيجة لا يمكن تصورها. الشجر النيم شجر دائم الخضرة، شجر دائم الخضرة، ينمو بالمناطق الاستوائية. موطن الأصل الأصلي الهند، وموجود في كل الدول العربية، ويزرعوه الحكومات والدول يزرعوه في الطرقات والحدائق، أي حديقة أي طريق نجد فيه شجر النيم. وتوضع تزرع الدول تزرعها في الطرقات بسبب رائحته الزكية، رائحته رائعة، زائد ليطرح الأكسجين فينقي الجو. منذ ألوف السنين استخدم بالطب الهندي لتحقيم الجروح. زائد أنه هذه الشجرة وبذورها لها فوائد صحية عظيمة جدا جدا بشكل لا يمكن أن تصوره. لماذا؟ لأنها تطرح السم، تطرد السم من البدن. تطرد شجر النيم، شجر النيم يطرد السم من البدن، بيطرده. إذا شربناه وعندنا سم يطلع. إذا شربته عملته مثل الشاي، أو وضعته جبته كوب ماء، كوب ماء ساخن ساخن جدا، ووضعته معه ملعقة كبيرة من ورق النيم أو ملعقتين ناعمين جدا مطحونين بحيث تنفق عليهم وطيروا، حطيتهم على الماء الساخن، وثم قمنا بتغطية هذا الماء لمدة 10 دقائق وشربناه، يطرد السم اللي بالبدن، يطرد السم كله اللي بالبدن بيطرده برا. حتى أن الرقاة، كثير من الرقاة والمشايخ يقومون بإسقاء، إذا واحد إنسان أو بنت أو رجل ذكر أو أنثى أي مخلوق أكل سحر أكل، يعطونه النيم، يقولون اشرب نيم. لماذا؟ لأنه بيطرد، بينظف الدم من السموم، بينقيه، بيعمل له تنقية. فإذا وضعناه على الوجه بيسحب السم، المكياج المتراكم، الرصاص والزئبق الموجود، والمواد المعادن الثقيلة الموجودة في إيش؟ في المكياج هذا الرخيص خاصة، أو المكياج المقرصن، أو المكياج الغير صحيح، يعني الغير موافق للمواصفات القياسية الطبية في العالم. كما أنه يقتل الديدان، إذا شربناه عند شربه يقتل الديدان بالبطن. شرب النيم، إذا عندنا ديدان نشرب النيم فيطرد الدود من البطن، من الأطفال، من الكبار، من البنات، من الرجال، يطرد الدود، يطرد الدود. تستخدم شجرة النيم في صنع أدوية منع الحمل. يعني إذا مرأة واحدة لا تريد أن تحمل فبيعطوها الأدوية منع الحمل، يضاف لها النيم. النيم أحد المواد، يقال بأنه أحد الأعشاب التي تمنع الحمل، تمنع الحمل. ويقال أنا لم أجرب، ولكن يقال بأنه إذا الرجل دهن زيت النيم، زيته فلا تحمل المرأة، لأنه يقتل الحيوانات عند الرجل، يقتلها فلا تحمل المرأة. طبعا هذا الكلام لا يجوز الأخذ به، لأنه وسيلة غير مضمونة لمنع الحمل، هي وسيلة غير مضمونة، لأنه أنا لا عندي معمل تجارب حتى أجرب، ولم يأتيني زوج. لكن يقال بأنه يقتل الحيوان عند الرجل إذا دهن فيه كذا كذا إلى آخره. ولكن نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر، ولا نريد أن نتكلم بهذا الأمر، ولا نريد أن نستخدمه، ولا ننصح
ولا نرضى حتى باستخدامه بهذا المجال، لكن نحن نقول كمعلومات عامة يعني تدوينية تربوية تثقيفية بأنه يستخدم بهذا المجال بطرق طبية معقدة، يعني نحن لا يجوز استخدامها بهذه الطريقة، لكن على شكل أدوية يصنعوها منه، هم تصنع أدوية منه. في شيء مهم جدا نحن لا نعرفه، إنه هذا النيم إذا عندنا حيوانات أليفة، إذا عندك دجاج، إذا عندك ماعز، إذا عندك خرفان، إذا عندك قطط بتربي، إذا رشيتيه على 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 الدجاج، على ريش الدجاج أو على الخرفان، أو يقتل البراغيث والحشرات اللي بتجلد الحيوانات. يعني إذا طحناه ناعم ورشيناه على جلد خروف، على خروف أو على الدجاج، لا يقتل البراغيث التي فيها والجراثيم والحشرات التي فيها. طبعا هو مقاوم للالتهاب ويشد البشرة ويفتحها، يشد البشرة ويفتحها. ويعالج، يستخدم في علاج الجدري المائي بوضع أوراقه، طحن أوراقه وخلطها بماء ساخن أو زيت زيتون، وتوضع على الجدري وتوضع على الحبوب والبثور فورا، وتفرك وتترك، وهو من أحد العلاجات القوية جدا. الكركم يزيل الخلايا الميتة، تكلمنا عنه، ويخلصنا من حب الشباب، ويشفي جروح الوجه بسرعة بالغة، ويعطي يحارب التجاعيد، ويمكن خلطه مع أشياء كثيرة. خلطتنا اليوم كانت عن تنقية الوجه، عن تنقية الوجه. أبو عبد العزيز كان معكم، شكرا لوقتكم الثمين. ميرسي.